متهيألي لا أعيش في جلباب أبي بقى، وكل مسلسلات أستاذ نور الشريف الله يرحمه يعني كانت بتعلق معايا جدا. بقيت بتفرج على سوتس دلوقتي تاني، بيكي بلايندرز بحبه قوي، أنياب أول فيلم فامباير مصري كان فيه علي الحجار وكان فيه عدوية، كان عالمي، كان فيلم ميوزيكال فامباير وعدوية وعلي الحجار بيغني. من اللحظة دي يلا وهبتدي. كان في بقى حاجات كنت بقعد اشغل الاغاني من على اليوتيوب واقعد اسمعها، كان سمك لبن وتمر هند اللي هو الفيلم بتاع انطونيو بانديراس اللي كان عامله زمان جدا، كان اسمه The 13th Warrior، المحارب ال 13، كان طالع عربي مع الفايكنجز وبيحاربوا كائنات او قبيله غريبه كده، فكان فيلم شفته وانا صغير واثر فيا جدا، ونفسي يعملوا ريميك وامثل انا الدور. هي سعاد حسني كراش سواء عايش دلوقتي او في اي، هي سعاد حسني، بس فاتن حمامه برضه فيها حاجه كده بتيت وكيوت ومينيو، انا يعني ما اعرفش بحس فيها حاجه كده. طب بس سعاد حسني الانوثه كلها والطاقه كل حاجه بصراحه. لا يعني هو اتس فيري هارد ديسيجن، كان في كتير قوي 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 قوي. هند رستم كمان جميله، بس اشتغل مع مروان حامد، شريف عرفه، محمد شاكر، كامله ابو ذكري، يعني في كتير. ايسر، ياسين، نيلي كريم، نفسي اشتغل تاني مع ناس تانية زي عمر، زي مالك، محمد حاتم، علي قاسم برضه اشتغلت معاه تاني، سارة عبد الرحمن نفسي اشتغل معاها تاني، مريم الخشت، انتارا، وي هاف كيمستري از فريندز، ومتخيل لو اشتغلنا مع بعض تبقى لذيذة، هدى المفتي كمان. I'm very good with my hands fixing things، أي حاجة إلكترونيك، أي حاجة في أي حتة أنا شاطر في الحاجات دي، وبالذات الحاجات اللي محتاجة تفاصيل صغيرة. وبحب اجس دايركتنج ودايركتنج اكترز، يعني بحس ان انا موهوب في الحته دي. انا بحب الاكل جدا 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 والطبيخ، عندي حساسيه من شعر القطط والكلاب، بعض الكلاب، وانا عصبي جدا 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 وبعور الناس.